لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. دلت الآية على أنه لا يستوي العلماء وغير العلماء، فالله سبحانه وتعالى فضل العلماء وجعل من يتذكر هم أصحاب العقول دون غيرهم، فالعلماء في الحقيقة هم الذين يخشون ربهم، هم الذين يتذكرون أوامر ربهم، هم الذين يذكرون الله سبحانه وتعالى قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وليس مجرد حفظ المسائل دون أن يكون القلب راجيا خاشيا خاشعا مخلصا محبا لله سبحانه وتعالى. فالعلم النافع هو الذي يقرب إلى الله. وقد صار اصطلاح الناس اليوم في كلمة العلماء أنهم علماء الطب والفلك والهندسة والفيزياء ونحو ذلك، فأصبحت العلوم المعاصرة الدنيوية هي التي يقصد بها العلماء إذا ذكروا، وهذا كلام فاسد، فإن الإنسان قد يكون على علم دنيوي ولكنه لا يعرف ربه ولا يعلم أمر الآخرة فلا يكون عالما. بل قال الله عز وجل: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فأطلق أنهم لا يعلمون، ثم بين أنهم لا يعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا، وهذا ليس بعلم لأنه لم ينفع أصحابه. وكذلك صار عرف العلماء لدى المتأخرين من يحفظون أقوال المذاهب ويستطيعون يعني سردها للناس والإفتاء عليها دون أن يكون عندهم علم بالكتاب والسنة، وهذا أدى إلى أن تصبح أقوال هؤلاء بديلا عن نصوص الكتاب والسنة، ومع الجهل وقعوا في البدع، حتى صار المتأخرون في زماننا يجوزون أنواع الشرك ويقولون ليس به بأس، وليس فقط أنه ليس بشرك، بل يقولون جائز أن يطوف الناس حول الأضرحة ويقولون ليست عبادة، وتمسحون بالحديد ويقولون ليست عبادة، ويقولون بأن سؤال الأموات ودعاءهم وقضاء الحاجات، طلب قضاء الحاجات وكشف الكروبات والانتصار على الأعداء ومغفرة الذنوب وشفاء الأمراض ونجاح الأولاد، كل هذا عندهم جائز لا بأس به. والله عز وجل يقول: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. بل صار يوجد من يتسمى بالعلماء وهو يقول بوحدة الوجود ويصحح عبادة غير الله. نقول: العلماء الذين يشرع توقيرهم هم العلماء بالكتاب
وبالسنة وبإجماع الأمة ثم بالقياس الصحيح الذي ذكره أهل العلم وعلموه للناس وبباقي أنواع الأدلة، لكن أساس العلم العلم بالقرآن والعلم بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وعن أبي مسعود عقبة بن عامر البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. وفي رواية له: فأقدمهم سلما بدلا من سنا، وهو معنى صحيح، فإن تقدم الإسلام يجعل العبد قد مضى عمره في طاعة الله، فالسن الذي قضي في غير التوحيد لا أثر له ولا قيمة، وإنما يقدم الأكبر سنا إذا كانوا في العلم سواء، وإذا كانوا في قدم الإسلام سواء، كما هو الحاصل في كل من ولد مسلما، فإن هؤلاء ينظر في أكبرهم سنا فيكونوا مقدما إذا كانوا في القرآن والسنة سواء. وإذا افترض أن قوما هاجروا من دار الكفر الآن إلى ديار الإسلام ثم جاء وقت التقدم للصلاة، فإذا كان هناك من هو أقدم هجرة فيقدم، وكذا من هو أقدم إسلاما يقدم. وفي رواية: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، يعني الذي حفظ، يعني لو كانوا الاثنين حافظين فلينظر من الذي حفظ أولا، الذي حفظ في سن مبكرة مثلا إذا كان سنهم واحدة، أو لو كان أحدهم كبيرا والآخر يعني صغيرا لكن هذا الصغير حفظ القرآن قبل ذلك الكبير، فيقدم إذا كانوا مستويين في القراءة. فإن كانت قراءتهم سواء فيؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا. أقرأهم عند جماهير العلماء بمعنى أحفظهم، وبعض العلماء يجعلها بمعنى أعلمهم، والذي لا شك فيه أن ظاهر الحديث أنه الأحفظ، لأن العلم قد ولد في السنة، وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم في المرتبة الثانية، بشرط أن يكون هذا الأقرأ الأحفظ يحسن أركان الصلاة وواجباتها، وليس عنده مانع من الإمامة، فإن أهل البدع المضلة لا يجوز أن يتقدموا للإمامة، وإن صحت الصلاة خلفهم لكن تكره إمامتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي بصق في القبلة قال: لا يصلي لكم. ولا شك أن هذا الأحفظ لا يسمى أحفظ وأقرأ
إذا كان لا يحسن إخراج الحروف من مخارجها. فصار الناس اليوم يقدمون على الوظيفة ولو كان حتى لا يحسن قراءة الفاتحة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا الحديث يدل على توقير حفاظ القرآن ومن هم علماء بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذا دليل على تقديم من سبق في العلم لأنه أقدمهم قراءة، وكذلك تقديم الأكبر سنا بعد ذلك، والأقدم إسلاما مقدم إن اختلفوا في الإسلام، فالمقدم الأول إسلاما الأقدم إسلاما. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه في محل ولايته أو الموضع الذي يختص به، فصاحب البيت سلطان في بيته، فلا يؤم في بيته إلا أن يأذن أو يحب هو، فلا يتقدم عليه ولو كان الذي يعني يريد أن يتقدم أقرأ ولو كان أعلم بالسنة، أعلم بالسنة إلا أن يقدمه صاحب البيت. وكذا الإمام الراتب في مكان ما الذي ارتضاه الناس، فإذا جاء من هو أقرأ منه أو أعلم منه فلا يتقدم عليه حتى يقدمه صاحب المكان أو صاحب التقدم في المكان، وهذا الحديث داخل فيه. وكذا كل سلطان إذا وجد وكان أهلا للإمامة فإنه يتقدم ولا يؤم في سلطانه طالما كان أهلا للإمامة ولا يوجد مانع من إمامته. وأما التكرمة فهي ما ينفرد به من فراش أو سرير، إذا لو خصص له مكان في بيته يجلسه عليه ولا مانع من ذلك، فلا يجلس أحد على سبيل المثال من أقارب الزوجة من أبيها أو أخيها، فلا يجلس على تكريمته المكان المخصص يعني لمن لصاحب البيت أو لمن يريد إكرامهم، فلا بد أن يستأذن في الجلوس على ذلك المكان ولا يجلس في بيتي على تكريمته إلا بإذنه. وعنه عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة، يمسحها برفق ليسويها، ما يلاقي واحد طالع كده يروح جاي يمسحه وإيه ومرجعه عشان يساوي المنكب في المنكب. ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، من آثار عدم تسوية الصف وعدم سد الخلل فيه أن تختلف القلوب، والناس يظنون أن هذه الأمور الظاهرة لا أثر لها في أحوال القلوب واختلاف الآراء. نسأل الله العافية، نقول بل هذا من أعظم أسباب الاختلاف، عدم تسوية الصف في الصلاة وكثرة الاختلاف. يختلفوا بقى إيه، واحد عايز يقول إيه لا أنت تسوي عليه أنت ترجع ورا، تاني يقول له أنت تطلع قدام، يفضلوا يتخانقوا على الوضع ده. والسنة تريح الجميع،
وعلى أي الأحوال كل ما حقق التسوية فهو مقبول. السنة يسو على من وراء الإمام، لأن هذا الذي بدأت به الصلاة كما في حديث جابر وأبي اليسر، فإنه بدأ عن يمينه ثم ردهما، لما جاء الثالث عن يساره ردهما خلفه، فدل ذلك على أنه يبدأ من على يمين الإمام خلفه. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. ليليني، ليقرب مني، ليكون قريبا مني. هذا دليل على أنه كلما اقترب من الإمام كلما كان أفضل، وهذا فيه إكرام أولي الأحلام أولي العقول والنهى، يعني أيضا النهى العقول. ليليني ولا يليني، دي قراءة ضبط آخر. أولو الأحلام هم البالغون، وقيل هم أهل الحلم والفضل، وده الصحيح. ولا شك أن الصبي في العلم والحلم والفضل دون الكبار من أهل الحلم والفضل، فأولو الأحلام ذوي الأحلام ذوي الحلم، والنهى العقول، وهذا في من استخدم عقله فيما ينفعه من طلب العلم. ولذلك دل هذا الحديث على أن أهل العقول والكبار والعلم يقفون خلف الإمام ويقربون منه قدر الإمكان. ومن هذا الحديث أخذ أن الصف يبدأ عن يمين الإمام ثم عن شماله، ثم عن يمينه ثم عن شماله، لأن كلما ابتعد الإنسان عن ذلك ابتعد عن الإمام. زي الناس تيجي تقول عايزين نكمل الصف من على اليمين، يبقى الإمام يقف في الأول كده، يقف واحد وراه والباقي كله يجي إيه عن يمين، في الحقيقة هو بيبعد عن الإمام. عشان كده رغم أن الصف عن اليمين أفضل، لكن أفضل منه القرب من الإمام. فلذلك يبدأ خلف الإمام عن يمينه ثم عن شمال هذا الشخص، ثم عن يمين الذي وقف أولا، ثم عن شمال الذي وقف ثانيا، وهكذا حتى يكون دائما الإمام في وسط الصف. وفيه حديث ضعيف: وسطوا الإمام وسدوا الخلل، لكن تشهد له مجموع الأدلة في صفة صف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خلفه. ودل ذلك على تأخير الصبيان إلا أن يكونوا أفضل في القراءة والعلم من بعض الأميين الكبار. فالظاهر أن من كان من طلبة العلم يقدم، وإلا فالبالغون يقدمون أولا والصبيان يجعلون في خلل الصف ثم الصف المؤخر. يعني إيه خلل الصف؟ يعني لو في مكان في الصف الأول يكملوا به ليه النقص بتاع الصف. فإذا كان الرجال موجودون جميعا كان الصبيان في الصف المؤخر. ما احنا بنقول كل واحد ياخد ابنه معاه ليه؟ والله هذا لما حدث من لعب الأطفال بشدة أثناء الصلوات،
خصوصا الطويلة، فترتب على ذلك فقدان الخشوع. والصبيان أيام النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا كصبيان زماننا، نسأل الله أن يهدي أولادنا جميعا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم يقول ثلاثا، يعني ثم الذين يلونهم ثم الذين لهم ثم الذين يلونهم، وإياكم وهيشات الأسواق، ما يحدث في السوق من جلبة وصياح وارتفاع أصوات خصوصا مع اضطرابها، وما أكثر هذا في الأفراح والولائم والمناسبات التي يجتمع فيها الناس، فلا يصح أن يجعل ذلك في المسجد. إياكم وهيشات الأسواق، وكذا النزاعات والخصومات، لا تفعلوا ذلك في المساجد، والله أعلى وأعلى. نقول إذا جاء واحد من أولي الأحلام والنهى من حفاظ القرآن والعلماء وطلاب العلم وجاء ويوجد في الصف الأول من هو أقل منهم ولم يجدوا مكانا، فهل يشرع أن يتأخر لهم؟ نقول نعم، يشرع ذلك، لأن هذا فيه امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. يعني احنا عندنا أمر بالمسابقة على الصف الأول، وفيه أمر آخر: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. يبقى نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا صنع لما جاء البدريون، قال: قم يا فلان وقم يا فلان وقم يا فلان من أماكنهم، وأمر أن يجلسوا أهل بدر في صلاة الجمعة، فدل ذلك على استحباب إيثارهم وأنهم يقدمون على غيرهم في أماكن الفضل. عن أبي يحيى وقيل أبي محمد سهل بن أبي حثمة الأنصاري رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، عرف يتحرك لحد ما ايه وصلوا ومات مضروب بسلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن ابن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، وهو أحدث القوم أصغر القوم سنا. فسكت، فتكلم محيصة وحويصة ابن مسعود، فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم؟ وذكر تمام الحديث، متفق عليه. وقول كبر كبر معناه يتكلم الأكبر.
هو أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر لكي يخرصوا ما فيها من النخيل والأعناب والثمار. فلما تفرقا ليقضي المهمة قتل أحدهما اللي هو محيصة ابن مسعود. مفيش شهود، لا يدرى من قتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحلفون 50 يمينا على رجل بعينه فيدفع إليكم برمته؟ قالوا: كيف نحلف ولم نشهد؟ أو في الرواية الأخرى: تحلفون 50 يمينا فتستحقون دية صاحبكم. قالوا: كيف نحلف ولم نشهد؟ قال: فتحلف لكم يهود أنهم ما قتلوه ولا عرفوا قاتله. فقالوا: قوم كفار، كيف نقبل أيمانهم؟ فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. الشاهد منها: كبر كبر، لما تكلم مع عبد الرحمن ابن سهل في وجود حويصة ومحيصة أخوي القتيل. فهذا يدل على تقديم الكبير والأكثر حلما وعلما. والله أعلى وأعلم. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.